عبد البريك، اسمح لي أسألك عن الغنوش، كيف تراها؟ هذا بيدمر البلد ويدمر حاله الآن. يدمر هو حاله. لم يكفيه، إيه لم يكفيه، لأنه بالنسبة لنا في المنطقة يعني المواطن العادي لما تسأله الإسلام السياسي لا يمكن أن ينجح في حكم البلد. الأمثلة كثيرة، مش لما ينجح في تونس فقط، شوف شو صاير في السودان، شوف شو صاير في أفغانستان، شوف نحن نؤمن بأنه الإسلام في جانب الدعوة، الإسلام علاقة الإنسان بالله والدين لله والوطن للجميع. هؤلاء اعتمدوا منطق الإقصاء والتكفير لضرب كل من يختلف معهم سياسيا، ورؤيتهم للإصلاحات الاقتصادية وبرنامجهم لا يختلف في شيء عن برنامج منظومة بن علي، ولهذا السبب منظومة بن علي تتحالف في كل مرة معركة النهضة لو عدنا إلى الوراء. ثم التناقضات الصارخة في المواقف، يقولوا كذب حرام، أنت تجي وتتحدث عن لن أتحالف مع القروي، ثم بين عشية وضحاها تتحالف، أكذبت، أليس حرام عند الله هذا؟ والكذب الواضح، معناتها استعمال الدين للوصول إلى السياسة. لهذا السبب نحن أنا قلت اتهام اليسار بالكفر كلام فاضي، نحن مؤمنون ومسلمون ونؤمن بالهوية. الخلاف وين؟ دينهم دين اغتيالات، دين تشجيع على السفر إلى التسفير إلى سوريا لتدمير نظام ظل صامد في وجه الحركة الصهيونية من زمان، دينهم دين استيعاب وفتح الأحضان الإرهابيين لدمر تونس، يعني ودينهم دين إقصاء. ديننا احنا اعتمد مقول يعني آية أو جزء من آية للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يهدي عمه على فراش الموت نزلت الآية، قالوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني الدين مبني على الحرية والتسامح، دين الجماعة مبني ما لم تكن معي وبالطريقة التي أفكر أنت ضدي وأقصيك من المشهد بشكل عام، ولذلك لم ينجحوا ولن ينجحوا في تونس. وجنحت بالبريكي صوب رأيه بالراحل الرئيس السبسي. كانت لي علاقة طريفة به، يعني كوميدية، كنت أنا بالاتحاد وكان هو رئيس حكومة، يعني عين أنا ذلك، فكنا دائما نختلف. يعني أذكرها طريفة في آخر عندما انتهت مدة النيابية، باختصار أقول هذا، فتلفل لي قال لي أنا الآن لم أعد وزير أول ورئيس حكومة، عندي رغبة في أن نشوفك. ورحت تحدثنا، وهو لما عينوه أنا كنت في يعني حوار تلفزي، لما عينوه بالليل قلت هذا لا يمكن أن يحكم تونس لأنه من المنظومة السابقة أولا ولم يعد المرحلة مرحلته لآخره. لما تحدثنا مش جاملني، ولكن قال أنا أردت أن أحييك لأنه اشتغلنا مع بعضنا بشكل كذا إلى آخره. قلت له طيب بارك الله فيك، قلت له لكن راهو إذا يعود الزمن سأقول فيك ما قلته زمان. قال لي أنت هو الرجل، ذكرها الآن يعني من هذا الطريف. ثم بعدين لما تعينت في الحكومة كان يدعوني للحديث حول المسائل ويقول لابد أن تنقذنا من الاضطرابات مع الاتحاد، كانت علاقة فيها كثير من الاحترام والتقدير. مع احترامي لدوره وتاريخه، ألم يكن في تونس رجل آخر أقل عمرا؟ هو يمكن تجربته أفادته كثيرا، وتجاربه المختلفة في المجالات المختلفة. أنا أقول شيء واحد، ليت الباجي قائد السبسي عندما شكل حكومته بعد انتصار النداء اعتمد مقولته خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، وشكل حكومة حتى لو لم تكن بأغلبية، لو كانت بأغلبية بسيطة، تحسم نهائيا مع الإسلام السياسي. ليته لو فعل ذلك، والتاريخ لا يبنى على فرضيات، لكن أقول هذا فقط، ربما لكانت الأمور أفضل. وماذا عن مقولة راشد الغنوشي بشأن الفصل بين الدعوي والسياسي؟ كلام فاضي، لم يحصل شيء. يعني نفسر، لم يحصل شيء ولا يمكن أن يتم هذا. لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام يعني في محاولة لإقناع الآخر بأنهم حزب مدني، ومقولة المدنية ومقولة الديمقراطية
ومحاولات التعامل مع النقابات. هذه مجرد ركوب الأحداث. شأنها شأن، وأقول هذا المنظومة السابقة للدستور الحر الآن في تونس يحاول أن يغير من خطابه وكأنه يحاول أن يتبرأ بمنظومة بن علي، بينما في الجوهر يتمسك بها. هذه كلها معناتها محاولات كي لا يهمش ويركب الطيارة، ويوم يخلو له الجو سيبيض ويفرقه.